أعزائي المشاهدين، هلا ومرحبا فيكم في حلقة جديدة من تردكة مصارعة. حلقتنا اليوم عن Monday Night Raw اللي كان عرض عادي جدا، ومرات أتساءل ليش أتعب عمري لثلاث ساعات وتابع فيه العرض، بس كان في إيجابيات بنتكلم عنها بعد شوي. نبدأ العرض مع مباراة بيلي ضد أليكسا بليس لتحديد المصنفة الأولى للقب سيدات رو. بس قبل ما نبدأ، بيكي لينش تهاجم إيو سكاي وداكوتا كاي، والحفلة تكتمل بتواجد بيانكا بيلير، وما أدري ليش ما عزمونا. مباراة عادية جدا، أهم شيء هو تقديم ربط براي وايت مع أليكسا بليس، يعني كركر كثير من براي ما يفيد حد. غير هذا التيز طول أكثر من طول أوماس، يا تنهون الموضوع أو تغيرون القصة. حتى الآن أشوف براي هو أكبر صفقة عملها تريبل إتش، بس مع الأسف سوالف حمو هاودي مش ناجحة، يمكن منتظرينه يخف وزنه، وأنا أنصحه ياكل تمر ولبن في اليوم، وإذا بغيت تكثر أنصحك بجرجير وبقدونس يساعد في المناعة ضد السيناريوهات الخايسة. بيلي بغت تغش بس بيانكا وقفتها، حاولت تهاجم ما نفع الموضوع، وبسبب التشتيت أليكسا عملت تويستد بليس للفوز. أخيرا وصلنا خير، هنا يبغوا يحضنون بعض وتشوف الجلتش على الشاشة، ومرة واحدة جهزت السيستر أبيجيل ولكن وقفت عمرها ومشت. مرة ثانية تيز مستمر، على الأقل شفنا تطور أحسن من لا شيء. هنا شفت خبر عن تواجد كايلي راي في عرض مين إيفنت، غيروا اسمها لبريانا راي، إضافة جميلة للقسم، أتمنى تنضم لعروض الرئيسية ومش NXT. ألفا أكاديمي زعلانين من حليب كيرت، والأو سي يتمسخروا عليهم. أي جي قال كارل أندرسون موجود في اليابان عنده شغل، بس الشعب الياباني فرح مع عيد ميلاد كيرت أنجل. حبي اسمعني، تراك شايب وانت في الماضي. آه زين، عيال تعال نلعب مباراة، وتأكد ملابسك نظيفة لأن ريحتها خايسة، قصد ريحة الحليب مش شيء ثاني. نعم، لا يروح بالكم بعيد. وفعلا أعلنوا عن المباراة وراح نشوفها بعد شوي، نفس الرقم 7 في فيديو الأخير. هني شفت خبر ثاني أن سبب تدمير مات ريدل في ماندي نايت رول الأخير لأن مسكو ياخذ مواد ممنوعة وبيروح لمركز تأهيلي، شكله ماخذ شيء أقوى من السوالف اللي ياخذه روف فان دام، بس ما قالوا بالضبط شو هي المادة. بس من وجهة نظري يمكن شاف الوضع مع إلايس وقال بشوف لي درب ثاني آخذ فيها إجازة إلين ما يرجع راندي أورتن. إيجي ستايلز ضد شاد جيبل، شوش بليز. مباراة جميلة، تكلمنا عن وضع إيجي ستايلز كثير وعدم استغلاله كمين إيفنتر، والطرف الثاني شاد ماخذ جو كوميدي. المفروض نشوف المباراة هذه في عرض شهري مش فرو، سببه حليب كيرت، والجمهور مع الأسف كان ميت طوال العرض، ما أدري شو فيهم، صار لهم كم عرض نايمين. وإي جي فاز بستارز كلاش، والحلو إنه ما شفنا تدخلات، كان بشكل نظيف، واتمنى يستغلون الاثنين إي جي وشاد جيبل بشكل أفضل، أو عطوهم سبوتات حلوة في الريال رامبل. راضين. جوني غارغانو وديكستر عندهم خطة لصرف فلوس المز. وصلت كاندس كانت مستغربة تقول أنا عندي مباراة بعد شوي مع إيو سكاي، بس نحن كعائلة عنا كل شيء، ليش ما توزعونها على الجمهور دام كريسمس قريب؟ آخ لا تسمع كلامها عاد، روح اصرف واستانس، بدالك بشتري لعبة God of War Ragnarok ولعبها ثلاث مرات ورا بعض لأن اللعبة جبارة. بس في شيء وهم يتكلمون بتلاحظون ورا نيكي كروس التابع، يعني ما خلصنا من ديكستر يلاحق The Miz والآن نيكي يتلاحق كاندس لري، تعلمت من براي وايت، خلاص هاجمي الأسبوع القادم. وصلوا جاجمنت داي مع مامي، رحنا اعلان ونرجع نشوف الستريت بروفيتس مع اكيرا توزاوا. ليش ساعدتو؟ قالوا نحبه لانه نينجا، وتوزاوا يبغى دخان. يب قال وي وونت ذا سموك. شربوا 7 اب وصارخوا مع بعض. تبدا المباراه وانا صراحه مش مهتم، اتذكر مباراه اي كويت ماتش كانت بين فين بالر واتش، اجمل مباراه في عرض اكستريم رولز. قلت يا الوقت يعطون بوش للبرنس ويفوز بلقب فردي دام ما شيء امل لالقاب التاك تيمز، تدرون لان الاوسوس معاهم الالقاب، بس لا يقدم عداوه مع توزاوا وستريت بروفيتس. حتى مامي مش راضيه. مونتيز شاد دومينيك وديميان دزه في حضن المعلق كيفن. هني مامي كانت فخوره بولدها. بادي ماثيوس حبي الحق على صاحبتك، يقولون افترقوا واتمنى تكون اشاعات. خل عنكم المباراه هذه، شفتوا كاس العالم؟ صراحة الجمهور مولع، الأرجنتيني غير، قصدي المنتخب طبعا، بس قلوبنا مع المغرب، عاد فزتوا على رونالدو ومبابي يعتبر شرب ماي.
وانتو قدها وقدود. توزاوا غسل الكل ولكن ديميان وقفه ودمره بحركة الريزرز إتش. دومينيك يثبت والجاجمنت داي يفوزوا. البوكينج هذا صحيح بكل معنى الكلمة، بس المباراة كانت عادية. غارغانو وديكستر لومس اشتروا كل المنتجات راح يوزعونها على الجماهير، حتى ديكستر عطى دب لولد صغير رد عليه شكرا بكل أدب، يستاهل. حتى في العرض نشوف كارت كاس العالم، نعم الأرجنتين ليتس جو ضد كرواتيا والمغرب ضد فرنسا، بتكون اليوم مباشر الساعة 10 مساء بتوقيت المملكة. مرة ثانية نشوف غارغانو وديكستر يوزعون هدايا، وليش ما يخبرونا يعني عشان نتواجد في العرض حتى استعملوا السلاح. ميز هاجمهم واخذ فلوسه، ولكن آدم بيرس وقفه قال له رجع لصاحبه يلا بسرعة، كان بيعطيه بس غير رايه، يقول هذا فلوسي. ديكستر كان بيجيب الفأس بس آدم وقفه. ميز قال بعمل أي شيء عشان أخذ فلوسي، ترى أنا محتاج، بس عطني ريماتش أرجوك. غارغانو أقنعه قال بتلعب ضد ديكستر الأسبوع القادم في مباراة سلالم، واللي يروح فوق وياخذ الشنطتين بيفوز. شنطتين؟ ايه، بيكون دبل اور ناثينج. عزيزي جوني، عادة العرض هذا يكون في شهر مايو. لا ما عندي فلوس، كلها عند ماريس. طلع سكانه مرته. زين خذ من ماريس يعني شو فيها؟ لا لا ما اقدر اسالها، بس بحصل طريقة ثانية. اوكي دامك وافقت على الريماتش، اليوم لازم تساعدنا نوزع هدايا وتتنكر كمساعد سانتا كلوس الالف. ذا ميز وافق ووزع هدايا، حرفيا شفنا السيجمنت هذا في ماندي فريكن نايت رو. اولا هذا فلوس المز والديكستر سرقه منه، ثانيا ماريس شو ذمها اذا ريال البيت يتخذ قرارات مضرة للعائلة، وثالثا سيجمنت خايس. لا تقول لي سيناريو للأطفال، حلو ترى أنا مش طفل. وإذا بدالك عمو إتش بخلي المز يفوز، لأنا ما عندي سبب أدعم ديكستر لومس، خليه لاحق المز مثلا يفوز بالغش وتجيب ماريس تلبس ستايل الكريسماس أوف عشان تشتت انتباه غارغانو وديكستر معاهم المشاهدين. بس بالأخير المز يفوز، بتحل العداوة هذه أكثر وأبعد غارغانو منهم. خلاص عاد نبغى نشوفه في مباريات مهمة، على الأقل فردية، حتى لو مو مهمة فردية، بس نبغى نستمتع بالشغل في الحلبة. إيو سكاي ضد كانديس لاري، شفنا حركة حلوة من بيلي تمسك رقبتها على أساس بعدها متألمة لأن قدمت مباراة في بداية العرض، لمسة جميلة خصوصا في التفاصيل، بيلي شغلها عسل. قدموا مباراة لا بأس بها، الجمهور ميت على الأسف الشديد، والمباراة يعني كانديس ضد داكودا كاي عجبتني كثير قبل كم أسبوع، قدروا يجذبوا الجمهور في نص المباراة وهني ما نجحوا في ذلك، مع أن المستوى كان جميل. بس هذا دليل حتى لو مباراة خمس نجوم لو ما في جمهور أو التفاعل قليل جدا الشغل ما تحس فيه. تشوف المونصات من إيو للفوز، ونرجع لنقطة الصفر بخسائر نجمة جديدة مثل كانديس لاري. ونشوف مات ريدل من الأسبوع الماضي يروح المستشفى، قالوا عنده إصابة في الحنجرة، والله ممكن لو كثر شفط يمكن بعد يكون في الحنجرة. كيفن أوينز شاف إلايس ورا الكواليس يقول شوف البلود لاين خذوا منك سامي وهم خذوا مني ريدل، فشو رأيك تساعدني اليوم؟ تشوفني نسيت اللي سويته فيني من بداية السنة؟ لا لا هذاك أخوي زيكل، أنا مالي خص بالموضوع. أصبر أصبر، أنت ما هاجمتني بالجيتار قبل كم يوم؟ يا أخي انسى الموضوع، هذا الماضي، أحتاجك اليوم، تعال ساعدني، تحتاجني؟ ومشى. الموضوع جميل لأن بينوا كيفن أوينز مش غبي وفاهم اللعبة، بس ما نبغى عداوة بينهم، عشناها سابقا ونبغى نفتك. لو كنت بدالهم كان جبت إلروت أو عنبروس صغير أحسن منه ترى. هني شفت تغريدة كيث لي يقول في مثل هذه الأيام أسأل نفسي إذا يستاهل أكون احترافي. أتمنى ما يكون شيء سلبي، لأن في صورة لأوستن ثيوري مع ميهيم، يعني تروبل إيج يلمح يا ترجع ويا ثيوري يعني موجود. أوكي الآيس يقول مات ريدل كان حلمه يعزف معاي، ونشوفه ماسك الآيس حبي وقته، يعني أنا فاهم تحب مات ريدل بس مو وقته تولع ورقة. أوكي مكتوب عليها كلمات، يقول مات ريدل كتب الأغنية كانت باسم إلايس يور ماي برو. تبدأ مباراته مع سولو ساكوا، طبعا كان معاه فخر العرب سامي زين، والقصة دايرة بين البلود لاين سامي وكيفن أوينز. الكل عارف أنه بيخسر وما راح يخربوا ستريك سولو على إلايس، كمون مان. المهم سولو فاز بالسبينينج سولو، هاجم إلايس بحركة السمون سبايك
على ستايل أوماغا، جاب كرسي وأنا الآن بعمل نفسي متفاجئ. كيفن أوينز أنقذه، عطى ستانر لسولو وأخذ الكرسي. بتلاحظون ما لمس سامي زين تيس صغير ثاني باللي قادم منتظرينها بفارق الصبر تفوزوا بألقاب التاك تيمز، وعطى ستانر لإلايس اللي ما خلاه يستانس. صراحة شغل جبار مهتمين فيه بالطريقة الصحيحة، مع أنه بيخسر ضد زعيم القبيلة بس تحسه مهم في العرض. نشوف صور المز متنكر كأنه ألف مع المشجعين، وأنا أقول لك مستقبل فيه إذا قررت تعتزل. آسكا تشوفها بدون صبغة ومركزة في المباراة، حتى تغريداتها لو تركزون لمحت يمكن تغير شخصيتها ترجع لستايلها القديم قبل انضمامها إلى WWE. بتلعب ضد ريا ريبلي، قدموا مباراة حلوة وكانت عنيفة معاها، حتى دوم قال It should have been me, not him. It's not fair. شافها وقال خلاص سويها فيني. حاولت تهاجمها بس ريا ريبلي تنقذها. نشوف الآسكا لوك بس دوم سحب رجلها وحطها على الحبل، التفل في عينه. هني كلنا صفقنا واحتفلنا صراحة، بس ريا تعمل الريبتايد للفوز. المسكين على الأقل بترجع البيت ومامي بتعمل لك شوربة وسندويتش نقانق تفرح فيه. دوم عند الطبيب يحترق يبغى مامي، وداميان قال ترى انت محظوظ ما احترق شيء ثاني فيك، ونكتة يعني تعتبر، بس انا ما فهمت شو اللي يحرق اكثر من العين، خبروني في التعليقات انا فعلا ما فهمت. دولف يقول لقب الولايات يعني لي الكثير، اثنين من الافضل في البزنس راح ينافسون بعض، سيث رولينز وبابي لاشلي، بس انت اوستن ثيوري حامل اللقب، ليش تزعل إذا حد قال لك طفل؟ لازم تدافع عنه بكل فخر، غرورك راح يدمرك وما تستحق اللقب. حبي دولف ارجع ل 2012 ما حد يبغيك. وين بوبي رو؟ مباراة لتحديد مصنف الأول للقب الولايات، سيث رولينز ضد بوبي لاشلي، مباراة حلوة جدا بس أحس أني شفتها مليون مرة، إعادة ورا الثانية. هذا مش تقليل فيهم بس نبغي شيء جديد. بوبي كان بيعمل الهيرتلوك بس الحكم طلع كان خايف، عمل حركته والحكم تأخر في التثبيت، فسيث عمل كيك أوت، عمل سبير بس سيث حوله لبيدجري للفوز. نتيجة متوقعة، بس أهم من هذا أن بوبي لاشلي عصب بعد المباراة، يكلمهم ولا مرة واحدة يهاجم الحكم. طلع آدم بيرس يحاول يهدي فيه بس دزه، ومرة واحدة يقول You're fired. طرد الحبيب. نعم، شو السالفة ستون كولد بوبي لاشلي الآن؟ الله بيقدم عداوة ضد السلطة. قوي الولد، أنا عاجبني صراحة لاشلي حتى الآن مع الخسارة قدروا يحمونه. وبعد اللي شفناه لازم نشوف مباراة بين بوبي لاشلي وآدم بيرس، طبعا بيغسلها على السريع بس بتكون لقطة جميلة نستمتع فيها نحن كمشاهدين. وبعدين ينتقل للوحش المتوحش، أبغي أشوف مباراة بينه وبين برون سترومن. العرض كان جيد، فيها إيجابيات مثل تطور قصة أليكس بليس مع بري وايت، مات ريدل اصطلب حبي، مو وقت تسوي مشاكل وتوب، ما تحتاج الأمور هذه في حياتك، يعني خربت مسيرتك في اليو اف سي بنفس الطريقة، تبغى تعملها مرة ثانية في الدبليو دبليو اي عيب. وغير هذا الاتحادات الثانية لو طلعت من الدبليو دبليو ما حد بيجازف عشان يوقع معاك لان عندك سوابق. والسؤال المهم في سماك داون، هل رومان رينز اخيرا بيسويها ويطرد سامي زين من الفريق، ولا في لعبه ثانيه في باله؟ زعلت على السيدات في العرض لان ما في تفاعل ابدا معاهم، واحلى شيء افضل شيء اجمل شيء في ماندي نايت رو كانت تفلت آسكا في عيون دومينيك ميستيريو. المفروض ياخذون الفيديو هذا ويحطونه في متحف يكتبون تحته لحظة الموسم. لايك وسبسكرايب، لا تنسون دائما أبدا بينكم وان. بس في شيء وهم يتكلمون بتلاحظون ورا نيكي كروس التابع، يعني ما خلصنا من ديكستر يلاحق ذا ميز والآن نيكي تلاحظ والآن نيكي تلاحق كاندس لوري، تعلمت من براي وايت.